كنت بدي لاقي لكم تفسير حقيقي ومنطقي للتجربة اللي بدي أعملها حايشة معاكم. يعني بالحقيقة في صعوبة بالشرح ليه عملت هيك، وخصوصاً أنه أنا بنظر الأغلبية أو البعض يعني ممكن تكون أني أنا مطربة كلاسيك، وأي خطوة بدي أعملها برا هالإطار فيها خطورة على يمكن مسيرتي على 18 سنة عشت معكم وعشتوها معي بنجاحات أو لا، ببعض الأحيان ما كنت يعني حتى قد أحلامكم فيي. بس اليوم عم بعمل هاي التجربة ما عرفت بالبداية ليش يعني، بس كنت كتير مندفعة لإلها، يمكن لأنه كان نفسي لاقي حالي من خلال آخرين بنفس المجال، دور على عيوبي وعلى مزاياي من خلال مراية كتير بتعكسنا أفضل اللي هنن الفنانين الموهوبين. الساعة أو الساعتين أو المدة اللي منقضيها سوا، ناس بتعزف وناس بتغني وناس بتكتب، هاي المجموعة توحيلنا بأشياء كتير لما بيجتمعوا على الموهبة، لما بيجتمعوا على هالمبدأ، على مبدأ الموهبة، بيغنوا بيعزفوا بيصير في يعني التواصل بيصير كتير أقوى، وبتصير بتحس إنك مع الشخص اللي يتهيأ لك برا هو منافس، لما بتجتمع معه بتشوفه إنه هو الصديق الأقرب والمراية الحقيقية أكتر اللي بتشوف نفسك من خلاله. تسهروا معاهم لتحسوهم وتشوفوهم كتير أبسط، لأنه نحنا بسهرتنا ما حيكون في كاميرات، ما رح يحسوا بالتوتر يمكن اللي بيحسوه بالمرات اللي غير أو بسهرات يعني تانية، حنشوفهم أبسط، يلي بيقدر يكون أبسط حيكون أبسط، واللي عنده صعوبة ما رح نقدر يعني ما رح نقدر نغير من مفاهيم معينة، يمكن يكون هو كمان صح من وجهة نظره، لأنه نحن عايشين بقوانين بتحكمنا، قوانين يعني فنية، ما قصدي شيء تاني. المجتمع بيحكم كمان على الفنانين، مع بعض الفنانين بتصرفات ما معينة يمكن صعب أوقات حتى أنه نفك عنها أو أنه نطلع عنها. أهلا وسهلا يا بابي. أهلا وسهلا فيكي. أنت تبع بدلة يعني هيك. وشك وش بدلة؟ شو يعني؟ يعني أنت هيك شكلك كتير ديسنت، ما ممكن شوفك بشي مقطع من التاف. أنا أعرف قلبي الأحزان في أنفاسه كالإسورة، ماذا يفيدك أن تحاول كتمنا أنينك يفتح سر ما قررت ألا تظهره. ماذا يفيدك بعد لا كلامك؟ إذا خنساية أخوتي هذا أقل حاجة عندي. لا 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 خنساية أخوتي. تعرف شكلك إيطالي هيك من هون لهون. طب وإيه كعب رجلي هون؟ من هون وبالشعر إيطالي طبعا. لا أنا في الإيطالي جن أديني أهو بقول أنا بحب صوتها، لأن أنا مش عارف على فكرة زي الناس اللي وقعوا بيني وبيني. لا لا أنا سمعتك في الكتابة يكتبوا كتير. أنا سمعتك زي واحد النهاردة بيكلمني. أنا سمعتك بدي وأنا بإيه وأنت بتشتمني. أنا رح أحاول بكل مرة بكل سهرة أني أحكي عن شيء بيشغلني، يمكن يكون ما له معنى، يمكن يكون مجرد سرسرة أو حكي فاضي أو فلسفة ما كتير مفهومة حتى أنا ما أكون أفهمها، بس نفسي أني أعيشها من خلالكم ومعكم. ومثل ما أنتوا اهتميتوا بمسيرتي واهتميتوا بأنكم حطيتوني بمكان معين، ما هو ولا هو فوق ولا ما بعرف هو وين موجود، بس هيك في مكان معين حتى معلي فكر عنكم كيفكم تشوفوني بكل مرة. تعمل ايه لو نمت يوم وصحيت بصيت وشفت نفسك في المراية باكي جواك سؤال تصرخ تقول انا مين أنا مين؟ أنا زي ما أنا ولا
قسمتني وبحب الناس الرايقة اللي بتضحك الله أما العالم المتضايق أنا لا ماليش في دور أنا بحب الناس الرايقة اللي بتضحك لأنه بحس إنه بيمتلكوا ذات الموهبة ذات الشعور بالأشياء بكرة بتشوفوا بسهراتنا بعبر أنا عن غيرتي فاي اللي بغار منه مرات بضربه كف صغير مرات بخبطه على كتفه مرات إذا بنات شعرهم طويل بشد لهم شعرهم شوي يعني بعبر بطريقة بس يعني بدون ما أأذي نفسي أتعلم غنية إسباني غنية إيراني بموت على الإيراني طبعا وغنية تركي تركي بموت عليهم يخرب بيت شيطان कितनी हसी रात हो न हो लग जा गले के पिरिए हसी रात हो न हो Si no sientes las palabras, entonces no las digas. Tengo miedo, podría morir. Con solo cuatro letras, traíse alegría en mí. Borraste el dolor que había en mi corazón. Yo, yo, la luna. De sol era la rosa ne la bel primavera le sapere mirano la mano Antonio por Antonio on a feno I got a girl named Sara I love her love her so much She knows how to rock, yes indeed She doesn't know what she's doing to me Dear food, oh would I dear food, oh would I Yeah, dear food, oh would I dear food, yeah Oh would I dear food, oh would I oh, Womp, bop, loop, bop, I love that food جرأتي كتير محدودة لأنه عندي قوانين كتير كتير حكمتني حتى أنا هاي القوانين حطيتها ببعض الأحيان لنفسي إن كان بطريقة تصرفاتي بكلامي مع أنه أنا بعتبر حالي حطيت حدود أكبر لكلامي معكم بعض الأحيان تقبلتوا أوقات لا حتى وقت ما كنتوا بتتقبلوا كنتوا تسمحوا لي أني أحكي عنه أو فسره أو برره ببعض الأحيان هي الوحيدة بالعالم كله مو العربي اللي يعني لما أسمعها بحس إنه هي يعني بالضبط بالضبط شعوري كأنها أمي بكتير مطارح أنا غلطت وبكتير مطارح لأنه يمكن ما كان العقل بيحكمني من خلال بلقاءاتي عمري ما سألت عن الأسئلة شو هي عمري ما سألت مين الضيوف اللي بدهم يكونوا بدي أتعلم من هاي التجربة بدي أتعلم منها شيء كتير مهم كيف لازم أتعامل مع ناس أنا المفروض يكونوا أهم أصدقائي سألت نفسي كتير مرستش يوم على مر أنا اللي في الخير ويلا اللي فيها الشر مليان عيوب ولا خاليني الذنوب ولا مليان عيوب ولا خاليني الذنوب ولا إيه
في أصدقاء طبعاً، في ناس كتير كتير بتشبهني بالظروف، منهم واحدة ترجيت أن تكون معي بهي السهرة بحملي، وقررت أني أطلع بهي الحلقة وأنا حامل، لأني فكرت أن احتمال أو الاحتمال الكبير أن تكون هي آخر مرة بقدر يعني بقدر أني جيب بيبي على الحياة، يعني لظروف كتيرة ترجيت هذا الحدث كتير وقت طويل، حوالي 4 أو 5 سنين بحياتي، فحسيت بأهميته. من كتر ما حسيت بأهميته فكرت أنه المفروض يكون مهم كمان للناس اللي حبتني أو الناس اللي عاشت معي كل المرحلة الماضية، اللي هي رحلة 18 سنة. بعرف أنه أنت كتير يعني أقرب الناس يمكن تكوني لألي بالطريقة، بالأمومة وبالطريقة. صحيح. فحبيت أطلع بسهرة واحدة بس وأنا حامل، بدي إياكم يعني تعيشوا معي فيها وتفرحوا بالبيبي قد ما أنا فرحت، لأني أنا أكيدة إنه هن شكلوا فرق حتى بحياتي. مبروك التوأم. بجننوا بجننوا بجننوا. هلأ حورجيك على الموبايل شيء خيالي، لأنه بحس هيك لما بفيق وبعطيهم الببرون ما بحس أنه حتى لو كنت تعبانة برجع من تصوير ولا تسجيل، بحس أنه هي متعة المتعة، هي أمتع الشيء بعمله بحياتي لما بصحى أعطيهم الببرون وشوفهم كيف. وهالفرق هاد بتمنى أني أنا استثمره ليكون شيء أعمله فرق، يمكن يكون هذا البرنامج، يمكن تكون هاي السهرات هي الفرق، يمكن تكون نوعية العلاقة بيني وبينكم كمان هي بتفرق، تصير أعمق، تصير أهم، تصير مختلفة. أنا ضد مفهوم أني أتخبى، ضد مفهوم أني خف حكي، أني ما أقول كل شيء عندي من خلال الناس، ويمكن يكون أنا صح، ويمكن يكون اللي ما بيحكي وما بيطلع بلقاءات هو صح، لأنه هي أفكار ومدارس ومبادئ، مو شرط مين فينا صح ويكون في حدا صح أو حدا غلط. بكلمة منك تنسين اللي عدى وينا ليالي، شغلتين بحبهم فيي، صوتي وطبخي. ان شاء الله الليلة فينا ونحن مبسوطين فيه. يا ابن بلادك صلاة للحب، صلي الله الله على صار. ولو عليها تقلت الحملات وشي عين غدر اطلعت فيها، مثل الأسد خليك بالحزات، صرخة بطل على الكون ودي القديمة طبعا. اذا انت تغيرتي او ظروفك تغيرت او انت يعني طموحك كبر، اصحابك بصير في عندك صعوبه انك يعني تضلوا مع بعض؟ في ناس بتفضل معاكي وفي ناس ما بتفضلش. المفروض يعني صاحبك قوي هو اللي يديك من روحه. حبك من قلبي يا قلبي، انت عيناك من قلبي يا قلبي، انتي عيني يا تفر.
على درب الفراق دموع عينات تسبك خطاوينا. بس انت ما عرفتش تامر الفتره اللي فاتت دي ان حصل بيني وبين صار خلافات وبعدين طلعت مع نيشان قالت له هلا احنا ما بنحكي مع بعض وهيك افضل يعني حسستني ان انا جربانه. شفتها بالمطار بالظبط هيك سلمت شيرين. اهلا يا صاحبي الجمال ارحمني ليلي طمع شوف لي جمال على قد الامل شوف لي جمال على قد الحال ونعوض صبري اللي طال يا عم يا حبيبي قلبي مال صبري طال وانا حالي صارت حال يا حبيبي قلبي من يا حبيبي يا حبيبي انا صبري طال دم النصيب ودام الفرح عنا ليالي واحلى عروس بهالدني صارت حلالي ريتو يسلم هالقد صرتي مرتي عن جد انا مش عم صدق حالي ونوم الهنا قومي نامي نامي وحطي راسك عكتافي بكره صباحك خير وحب وهنا يا عيوني وعوافي كيفك انت بتمنى انه تتقبلوا هاي التجربه وتحسوا انكم قاعدين معنا لانه نحن بالحقيقه ما عندنا كاميرات اطلاقا وحاولت ورح حاول على قد ما بقدر بكل سهره اني اكون معكم تماما مثل ما انا بكون مع طارق ومع شام ولودي ومع ادم وعلي ومع انس وامي ومع اهلي تماما الا شوي طبعا الا تفاصيل صغيره لانه أكيد ما في شيء مطلق ما في حقيقة مطلقة ما في بساطة مطلقة بس رح حاول كون الأقرب لأصالة الحقيقية بتمنى أنكم تقبلوني.